جروح غائرة يتركها العدوان الإسرائيلي على غزة يوما تلو الآخر، ليس فقط في أجساد عشرات الآلاف من المصابين، وإنما في نفوس ملايين من سكان القطاع الذين أصبحت حياتهم نفسها أثرا بعد عين. وضع اقتصادي مستقر كانت تحياه عائلة نعيم اللبات في غزة، إذ كان نعيم رجل أعمال يعمل في استيراد وبيع المنتجات، وهو العمل الذي أمن له على مر الأعوام بناء منزل له ومنازل أخرى لأبنائه، حتى عندما كانت الظروف في القطاع صعبة تمكن اللباد وعائلته من العيش حياة مريحة. لكن قبل نحو 100 يوم انقلب الحال رأسا على عقب. كل ما نراه محلاتنا انحرقن وبيوتنا انحرقن، مخازننا وكله بضاعتنا حوالي 20-30 كونتينر راحن. احنا يعني كنت كل شهرين ثلاثة تلاقي إلي سفرية، انا دائما كنت في الصين في تركيا في مصر، يعني دائما انا تاجر واخواتي تجار ومعروفين ومناش في المشاكل هذول، لكن اتبهدلنا. اليوم هذا انت شايف ايش بنشتغل اليوم عشان نطلع رزقتنا، هذا احنا بنعمل مناقيش وبنعمل فلافل وهذول مدبرين حالنا، وفي الخيام والميه مش ملاقيينها. اضطر اللباد وعائلته الى الفرار من شمال القطاع، تاركين كل ما يملكونه وراءهم، حتى وصلوا الى منطقه المواصي جنوبي القطاع والتي يسكنها عشرات الالاف من السكان النازحين، حيث قامت العائلة ببناء مكان غير مستقر للإقامة بالبلاستيك والخشب بجوار أقرباء آخرين في نفس الحالة. عايشين قبل 100 يوم بجنة على الأرض، مباني بدور بأملاك بحياة رفاهية غير شكل. من يوم ما إجت الحرب ما ضللناش إشي، دورنا بيوتنا مالنا حالنا كله راح، انحرق انقصف أولادنا، في إلنا أولاد استشهدوا، ما ضللناش إشي. جينا هجرنا من مكان لمكان بالآخر بخيمة، وهنا زي ما انت شايف هاي حالنا. طبعا عمري ما توقعت اني اعمل مناقيش وابيع وننهان بالشغل والتعب والشقة عشان نطلع لقمتنا، عمره ما توقعنا هذا الاشي، ولا عمرنا ان اجا في بالنا انه هيك تصير فينا. بصير حروب بنضلنا في دورنا، بصير قصف بنضلنا في دورنا، بس نطلع من دورنا ونتهجر وننحرق مالنا وحالنا كله يروح؟ لا، عمره ما اجى في بالنا هذا الكلام يصير. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد نزح حوالي 1,800,000 فلسطيني، أي ما يعادل 85% من سكان غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط تخوفات من تفاقم أعداد الذين يواجهون الجوع والمجاعة الكارثية لأكثر من ربع السكان.